السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. عواشر مباركة، تدخل عليكم ان شاء الله بالصحة والهنا وطولة العمر. نتمنى تكونوا كاملين على خير. اليوم جيت معكم بما ان سيدنا شعبان يدخل، الله يدخل علينا بالصحة وطولة العمر ومغفرة الذنوب، وسيدنا رمضان قرب. غنبداو سيدي في الوصفات ديال الشهيوات ديالنا ديال رمضان. راكم عارفين في رمضان من غير العبادة والصلاة، ونتمنى ربي يتقبل منا يا ربي، امين. تنبغيو هذيك الطبلة المائدة او اللي غيفطروا حبابنا معانا، الله يلاقينا بهم على خير يا ربي. تنبغيو هذيك الطويلة ديالنا تكون زوينة غزالة، يعني حتى الشهيوات اللي ما تنديروش مثلا في العام كامل او لما تنسيستيوش عليهم تنبغيو نحضروهم. المهم ما غاديش نطول عليكم، غادي كنقترح عليكم ان شاء الله يعني وصفات ديال مثلا الحجم كبير، يعني بالنسبه للعيالات المضافات او ما عندناش الوقت دابا مع الدراري مع هذا، يعني نديروا الاشياء اللي توجد دغيا، يعني سهله حتى الجنس الاخر اللي تيتفرج فينا حتى هما ما نساوهمش. اللي مسكين باقي اعزاب، اللي بعيد على والديه حتى هو يقدر يحضرهم بكل سهوله. المهم ما نطولش عليكم، اليوم غادي نديروا واحد البيتزا حجم عائلي اللي سهله تتوجد دغيا، ما فيها لا تشحر لا والو. المهم غادي نبدا معاكم في المقادير. المهم غادي نحتاج واحد البيضه، انا تنقول المقادير او ميم طون تنخدموهم على هذا الشكل هذا. بسم الله غادي نديروا البيضه. عندي هنا كاس ديال الحليب اللي 200 مليلتر، وهنا نفس الكاس غادي ديروا به نص كاس ديال الزيت مخلط بين زيت الزيتون وزيت المائده. غادي نديروه على هذا الشكل هذا، الطريقه هذه مزيان. حيدو تقريبا وغادي نضربوا هذا البيض مع الزويته ديالنا. كما قلت لكم غادي نقولوا المقادير او ميم طون غادي نخدموهم باش ما نطولوش. ناخذ واحد القبيصه بالملح على هذا الشكل هذا، هي نضربوها مزيان تكون البيض مع الزيت ديالنا. وتقدروا هاد المقادير تستعملوا فيهم حتى جوج بيضات الا كانت اللاطا يعني كبيره. انا غادي ندير غير لاطا متوسطه دابا، ولكن هذه حتى بالنسبه للاطا الكبيره ديال الفران. غادي نزيدوا الحليب ديال 200 مليلتر كما قلت لكم. من بعد المقادير غادي نخليها لكم في صندوق الوصف ان شاء الله. نضربوها هكا مزيان، وغادي ناخذوا اي اعشاب منسمه، زعتر الزعتر اي اعشاب تتبغيو، نكهه الثوم البصل. هنا عندي انا هاد الاعشاب ايطاليه يعني مخلطه حتى هي، غادي نديروها باش تنسم لينا داك العجين ديالنا. المهم انا غادي نحاول نبقى نشارك معكم وصفات اللي توجدوا دغيا وساهلين ان شاء الله باذن الله. انتما على هذا الشكل هذا، كما قلت لكم تقدروا تنسموها باي منسمات عندكم. وهنا غادي نديروا واحد ثمن يوغور طبيعي، لا كان متوفر لا ما كانش متوفر تقدروا تستغنيوا عليه. غادي ناخذ انا عندي حجم كبير، هنا غادي نعبر غير بمعلقه، يعني ميزاني ثمن يعني اللي غادي يشري اليوغور يعني الحجم صغير، ثمن حجم ديال اليوغور طبيعي غادي ديروه حتى هو في هذا المزيج. المهم يوغور طبيعي تقريبا تيهز لينا واحد 4 المعالق كبار او لا 3 عامرين بابيش بحال هكا على هذا الشكل هذا، اكتفيو بهذا القدر. ونخلطوا الخليط ديالنا بالنسبه للطحين. غنجيو دابا للطحين، حيدو هادو جانبان. بالنسبه للطحين ديالنا غادي نعبروا بالمعلقه، هي الاغلى دائما تتهز ليا 10 ديال المعالق ديال الطحين فورس يعني الطحين الابيض على هذا الشكل هذا. المهم حنا غادي نبداو نديرو بسم الله، واحد جوج ثلاثة أربعة، نديرو 5 المعالق ونخلطو كيف العادة. تنقول لكم الطحين على حسب الجودة ولا حسب النوعيه، كاين اللي تيشرب دغيا كاين اللي ما تيشربش. المهم دائما نديروا نصف الكميه ونخلطوا على خاطرنا نخدموه مزيان، وعاد نبقاو نضيفوا
النصف الاخر، وديك الساعه عندنا ميزانه كما قلت لكم على حسب الطحين اللي عندنا حنايا. المهم هانتوما على هذا الشكل هذا كما تتشوفوا، خلطوا مزيان. غادي نزيدوا 6 7. في هذا الاثناء هذا قبل ما نكملوا الطحين ما ننساوش الخماره الحلوه ديالنا، تتهز لينا جوج صاشيات ديال خماره الحلوه من وزن ديال 7 غرام او لو وحده ديال 14 غرام. المهم هنا هي ثمن معلقه كبيره، ها واحد ها جوج، ونخلطوا الخليط ديالنا كما قلت لكم. هذا الشكل هذا كما تشوفوا، خلطوا مزيان. نزيدوا معلقات اللي بقاو لينا، 8 9 10. صافي هادو يعني ما تتهزش اكثر من هكا، حطوا جانب الطحين ديالنا ونخلطوا على هذا الشكل هذا مزيان شويه عطيت ليا. المهم هكا غادي نزيد فيها دانون ديالي، نكمل هذاك الثمن يوغور كما قلت لكم هذا الشكل، حك يوغور كامل عاد تجي زوينه هاد لاباط وسهله كما قلت لكم، تتوجد دغيا. غتاخذ لكم شي الوقت انتما تشوفوا. في هاد الاثناء هادي نكونوا حنا تنسخنوا الفران ديالنا، حنا غادي نطيبوا شي كيك، ضربوه مزيان باش ما يبقاوش عندنا دوك الكويرات ديال الطحين بهذا الشكل هذا. نقدروا نديروا حتى الدراب الكهربائي في هاد المرحله هادي، هاد الطريقه هادي انتما كما تشوفوا. صافي وتنحصلوا على واحد العجين اللي هكا هانتوما متجانس القوام ديالو، ماشي سايل وماشي معقد بزاف. المهم هنا غادي نبدا، غادي ناخذوا الطلاطه ديالنا اللي فرشنا ليها البابي كويسون او ورق الزبده، وغادي نطلقوها فيه باش غادي ندوزوا الحشوه ديالنا. المهم نطلقها معكم، انا نطلقها وندوزوا باش نديروا الحشوه. هانتوما تناخذوا اللاطه ديالنا تنديروا فيها بابي كويسون، تنشدوا هاد العجين وغادي نوزعوه على اللاطه ديالنا اللي غادي ندخلوا الفران على هاد الشكل هذا كيما قلت لكم، ساهله ما فيها لا عجن لا خمر لا والو، لا تخمار لا والو. بهاد الشكل هذا غنشدوا السباتيو ديالنا غنبقاو نوزعو العجين ديالنا بهاد الطريقة هادي، تيجينا متساوي. أنا كيما قلت لكم هاد المقادير راه تتكفي لاطا كبيرة، غير أنا هنا استعملت بيضة، ماهي في الأصل راه جوج بيضات، إلا بغيت نصور هنا يعني راه غادي تكفيكم، حتى اللي عندها لاطا كبيرة راه غادي ديرها فيها. هانتوما بهاد الطريقة هادي نحاولو نديروها يعني متساوية، بلاصه عامره وبلاصه. بالنسبه للحشوه هانتوما كما تشوفوا معايا غادي نحتاجوا بصله خضراء مشلضه بهذه الطريقه، شويه ديال الفلفل يعني الفلفله الخضراء الحمراء الصفراء اي نوع عندكم. غادي نشدوا اللاطه ديالنا بهذه الطريقه هذه، نشوفوا واش باين لكم. هانتوما نشدوا على هذا الشكل هذا، هانتوما نشدوا البصله ديالنا وغنديروها هكا خضراء في الحشوه ديالنا او العجين ديالنا هذا الشكل هذا. ثم كما تشوفوا كما قلت لكم طريقه سهله تتجي بنينه وزوينه. هانتوما غنشدوا لاصوص ديالنا، صوص طوماط تكونوا موجدينها او لا طوماطي فريتو او لا اي نوع ديال هذا. هنايا المطيشه ما نطيبهاش، دايره فيها غير سميتو نكهتها بشويه زيت الزيتون وشويه ديال الثومه بودره وشويه اوريغانو على هذا الشكل هذا. هانتوما نتمنى يكون باين لكم، هانتوما كلشي الحشوه تديروها هكاك فوق العجين الخضراء، حاولوا نديروها هكا شويه على ود الطوماط او لا صوص طوماط ديالنا هذا الشكل هذا. من بعد هي راه غادي تطيب وغتطلق،
بهذه الطريقه هذه. غنشدو الفلفل ديالنا كذلك، غادي نوزعوه بهذا الشكل. نقرب لكم الصوره باش يبان لكم. هانتوما بهذه الطريقه هذه، نديرو حمراء خضراء اللي عندكم غير الزينه يعني حتى العين تتاكل، راكم عارفين هذا الشكل هذا. يعني تتوجد دغيا، ما تتاخذش الوقت وسهله وبنينه، يعني توجديها حتى لاخر لحظه وتحطيها. المهم بهذه الطريقه هذه نخلفوهم كما تتشوفوا. والحشوه تقدروا، انا غادي ندير فيها الطون، وانتوما تقدروا ديروا فيها الكفته، ديروا فيها الدجاج اللي متوفر، يعني اللي متوفر عندكم غتقدروا تستعملوه مع هاد البيتزا هذه اللي تتوجد لينا بسرعه. للاضافه غادي تاخذوا، ما نساوش ناخذوا هذاك الاعشاب المنسمه ديالنا، غنزيدوها من الفوق بهذه الطريقه هذه. هانتوما بهذا الشكل غنجيبوا الطون ديالنا نضيفوه حتى هو. كما قلت لكم غادي ناخذوا الطون ونديروه حتى هو، نفرقوه على هذا الشكل هذا. المهم حنا غادي نوجدوا كلشي كما قلت لكم في دقه، وعاد ندخلوها للفرن ديالنا. هانتوما هذا الشكل هذا، وزعوه مزيان باش يجي كاع في الحشوه ديالنا هذا الشكل هذا. وغادي ناخذوا للاضافه، نتوما اما تاخذوا لافاش كيري او لا نوع من هذا الفرماج هذا ديال الدهن، وغادي نديروه بحال هكا نحطوه من الفوق، او لافاش كيري او اي جبن ديال القطع، وغادي تقطعوه بحال هكا تحطوه فوق الحشوه ديالكم بهذا الشكل هذا. انا ما توفرش ليا ديال القطع، غادي ندير هذا اللي هو نيت نفس الجب او هذا يعني الدهن. هانتوما هذا الشكل. المهم اللي عزيز عليه الجبن، اما بين 3 حتى 4 القطع تقدروا ديروا في هذه المقادير هذه اللي عطيتكم، راه تجي بنينه غير جربوها وما غتندموش ان شاء الله. وسهله كما قلت لكم، يعني اي واحد يقدر يوجدها، وتتوجد دغيا تتاخذش الوقت، يعني حتى لاخر لحظه كما قلت لكم نقدروا نوجدوه. المهم نكتفيو بهذا القدر هذا. وفي الاخير غادي ناخذ الفرماج ديالنا، ندير واحد الكميه صغيره، نتوما عمروها حيت الدراري ما تبغيوش ليا هذا الفرماج الاحمر. تنحاولوا دابا راكم عارفين تنحاولوا اي حاجه نديروا الوليدات نديروا لهم خاطرهم باش ياكلوا. وغادي ندخلوها للفرن. هانتوما كيجي الحشوه على هذا الشكل، زيدوا اللي بغى يدير فوقها زيدوا هكا زعتره ولا هذوك المنسمات اللي درنا في الاول في العجين، زيدوه حتى فوق الحشو بهذا الشكل هذا، ودخلوها للفران. طيب تطيب من التحت بقاش تحمر لينا، غادي نطلعوها الفوق باش يتحمر لينا الحشوه وهذاك الفرماج يذوب. هانتوما من بعد ما خرجناها من الفران ها الشكل ديالها كيفاش تيجي غزال. وجدت درت فوقها شويه ديال الرقيق تقدروا تنسمو به، انا نقطعها قدامكم. بطاطا سخونه سي على ريحه فيها ما شاء الله غزاله، وكما قلت لكم تتوجد ساهله، يعني ما تسينوها لا تخمار لا حتى حاجه، تجي هشيشه هشيشه تيبغيوها الوليدات بزاف. هاتي نحاول نهزها لكم حيت باقا سخونه. وهانتوما اعزائي شوفوا كيفاش تجي غزاله، شهوه منها هشيشه بزاف كما قلت لكم، يعني سهله التحضير ما تتاخذ ليناش بزاف ديال الوقت، واحد المذاق واحد الرائحه يعني شهوه منها. وكما قلت لكم يعني اي واحد يقدر يوجدها فرنشه عين. المهم نتمنى تكون عجبتكم الفكره ديال اليوم، طبقوها وتجربوها وتردوا عليا اخبار وعواشر مباركه. والى اللقاء في فيديو اخر، ومع السلامه.